العجب بأنه واحد من أكثر الوجوه ألفة في البلدة القديمة، فقد كان العامل والفلاح وبسطاء البلدة أبطاله على خشبة المسرح في المونودراما الأخيرة التي قدمها في القدس. هو من اتخذ من العمق التاريخي للمدينة ومن عطاء أبنائها مادة ومدماكا لأعماله الفنية المستمرة على مدار مسيرة طويلة وغنية. لقاء مع الفنان حسام أبو عيشة في التقرير التالي. حسام صالح حسن الحاج خليل أبو عيش الهداوي. أنا يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم في بيتي في حارتي، حارة السعدية اللي تعتبر أكبر حارات البلدة القديمة من حيث المساحة، لأنها بتضم حارات أصغر منها على قبل 10 متر من فوت على الشارع المكتوب عليه حارة السعدية. طبعاً لازم نقول التسمية في البداية، المرحوم أحمد السعدي هو من أحمد السعدي حجازي اللي أجوا من الجزيرة العربية من المملكة العربية السعودية واستقروا هون بالحارة يمكن ب 1901 أو 1902 في بداية القرن الماضي، فسميت الحارة على اسمه حارة السعدية. في كل الأحوال الحارة بكبرتها بتتفرع لعدة فروع، احنا اليوم موجودين على واحد من المثلثين الكبار. إذا احنا بنلاحظ الأسماء من البداية، عقبة عقبة، العقبة في اللغة العربية هي الطريق الواصل ما بين طريق منخفض وطريق أعلى. تفضلي. الله يسعد صباح اللياف اللي فقدناها، جبدة واحدة من هدول بالأسبوع لبعد شهر بتضلها، اليوم ما شاء الله عنهم بسفنجة بتدوب إيدها والسفنجة مع بعض. الله ينور عليكي، هذا جزء من جمال الحارة إذا بدك، يعني واحد من دلائل بقاء الحارة وعروبتها وأصالتها. احنا ما زلنا لسه نتليف بهدول ولا لا يا حاج عمر؟ ليفت الكسة هاي القرع من احلى ما يمكن. طب احنا هلا موجودين تقريبا بنص حارة السعدية، اللي هي نص حارة السعدية يعني وين المئذنة، مسجد المئذنة الحمراء. طبعا سمي المئذنة الحمراء لانه اول ما تأسس كانت الحجار ثلثينها تقريبا احمر، فسمي المسجد يعني المئذنة الحمراء. عندي دير اللاتين جيراني وبيتي يتوسطهم وعندي جمعية الأقصى العلمية الإسلامية، أنا خليط من هذا الحكي. بيتي موجود هون، تفضلي أهلا وسهلا فيكي. يعني الزراعة، إحنا 11 شخص رباهم صالح الأمي بقراش ولا بكتب من عمل الأرجيلة في القهوة تنباك يعني، وأصر إنه يعلمنا كلنا بالجامعة، يمكن كان يفهم المقاومة صح. اعمل إيش بدك في حياتك بالشهادة، بعد الشهادة بتقرر أنت، بتقرر شو بدك تكون، تقدر تكون بشهادتك شو ما بدك. يعني مهندس تحط شهادة الهندسة قدامك، محاسب تحط شهادة المحاسبة، محامي، إنما فنان لن تكون إلا إذا في موهبة معك منذ الولادة. هذه يعني بعدين بتدرس بتنميها بتسقلها إلى آخره، بتاخد شهاداتها بتعرف نظرياتها. أنا مشخصاتي بالفطرة، يعني من أنا عمري 4-5 سنين يجوا النسوان عند أمي هون، يعني أم ريمون وأم شبلي وأم حسن وأم محمد الجولاني، بتعرف اللي تطور كسل اللي تحشي اللي مش عارف شو، ويحكوا حواديت. أنا أطلع على النسوان، كل واحدة إلها طريقة في القعدة، كل واحدة إلها طريقة في الحكي، إشي بهز راسه هيك، إشي بيحرك إيديه، إشي دائما هيك، إشي ثابت، إشي صوته هيك يا أختي بتعرف كنتها، وفي واحدة بتقول ولا لفيت هالورقات ما ضبطوش معي. أنا ياخدني هذا الكولاج، فبعد ما يروحوا أعاود أعيد كيف صار الحكي. طلعت على الحارة فلان وفلاني ألقط بالمدرسة الأساتذة، يعني من الشهر الأول أكون صرت بقلد حوالي 21 أستاذ، صاروا يصاحبوني الأساتذة عشان ما أقلدهمش، بالآخر كلنا اتفقنا وقلدت المدير. مشخصاتي لأني هلأ اليوم بعد 41 سنة بهاي المهنة، درست المسرح النفسي والسايكودراما وكل هذه الشغلات، وجدت انه طريقة الحوار مع ايا كان من البشر، مع اي الناس، تحتاج الى لغة جسد. من المحطات شو بدي اقول لك، يعني ذات الاسطمبة بحياتي الكبير اللي بتنقامش، اللي هي قهوة زعترة اللي هي عشماننا هون، اليوم صار اسمها احذية زعترة او زعترة بدون اشي. هذه القهوة اللي أبوي تواجد فيها لمدة 38 سنة، مدار عمرها كله من يوم ما افتتحت لحد ما أغلقت بقرار من الاحتلال، وأبعد صاحب المقهى خليل زعترة، ووالدي حسرة على المقهى وعلى حبستي أنا وأخوي توفى وأنا بالسجن ما حسيت شفته.
وسمعان السنيورة وحنا السنيورة، سمعان السنيورة صيدلية الشعب، تحتيها حلويات الجنين وتحتيها قهوة زعتر. إذا كملت تحت شوي بتوصل لطريق ذو ثلاث مرات. أنا هون نشأت، هاي الجامعة المدرسة الثانية يعني. الله يرحمه والدي صالح عمل أقصى جهد يطلعني أنا وإخوتي وخواتي زي ما إحنا يعني اليوم، وهذه ناس قليل جدا إيش بده يحكي الواحد، عدا عن إنه أبوك أو أبوي أو عمي أو خالي، بحكي عن الكل كمثل، بس أبوي كشخصية هو هذا الجيل. أنا باعتقادي يعني أنتجوا جيلا لم تنتجه الجامعات، مع احترامي طبعا للجامعات والثقافة. الله يصبحك بالخير.